إرضاء الأذواق كذلك مستمعينا مستمعاتنا، دائما شهواتنا كتبدل وكتنوع. عش منك يا دجاج، واش منك يا لحم، اش منك يا حوت، واش منك يا شلايد، ما شهيكمش كتر. هذا كوكلي معمر بالقمرون من عند أم فرح من سيدي إفني. صباح الخير أم فرح. خير اش خبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله يسلمك الخير. فايقة وناشطة وفرحانة معانا أم فرح؟ دائما فرحانة بالذكري ودائما ناشطة دائما فرحانين معاكم الحمد لله. أنت مسامعة قديمة يا كلام. أنا من 2008 2008 تبارك الله دستي معايا، يعني تبارك الله. يعني معك واحد مرة في طرفاية، كنت مخيبة في طرفاية. أي في طرفاية دستي معانا؟ معك انت يا بعدا واحد المره دت معك مخيمه في طرفايه، عطيتك بنجال محمر، عطيتك شحال من وصفه كله كنت معك. مرحبا بام فرح ومرحبا بكل المستمعات القدامى. انا يعني كان من هذا المنبر كنقول لهم يتواصلوا معنا على الرقم 0537709939. كلكم اللي كنتوا كتشاركوا من 2006 و2008 كنقول لكم مرحبا بكم. دستي تبارك الله مع الديفات كاملين، لاله ام فرح مع لاله خديجه جميله. انا كلهم تدت معهم كاملين تبارك الله. كانوا كيتصلوا بيا دائما. نعم. والاطباقنا ديالنا هي كانت تقريبا ثلاثه المرات في السمانه، وكانت قبل كتبقى تهضر معايا كل نهار تنسق معايا مسكينه الله يجازيها بخير. نعم أم فرح، تنتم الله يجازيكم بخير، كتعطوا من وقتكم ومن طاقتكم وخاطركم، مشكورات جدا لالا مشكورات. هذا الانسان يستافد داك الشيء اللي عندنا يستافدوا منه. الله يحفظك ليا الاخوات، لان كاين مبتدئات مزوجات بها، كاين بنات، كاينين اللي هذا، لان الاذاعه قربت كل شيء. تماما لالا تماما لالا. هذا كوكلي بالقمرون ياك؟ هذا كوكلي معمرين بالقمر، كيجيو روعه ما نقول لك عليهم اختي. والكوكلي كنعرفوه صغير، دابا حنا خاصنا كل واحد جوج كوكليات على ما اظن. العيل الكبيره اللي كوكلي دار الدجاجه. العيل الكبيره هكا دايره، واقع شحال من كوكلي ناخذ؟ اللي كوكلي دار الدجاجه فهمتي. المهم انا نعطيكم مقياس ديال جوج اللي كوكلي فهمتي. تبارك الله راه المغربيه تاعي صغيره، وكل واحد يدير على حسب مقدر كل سيده. واخا اذا غتعطينا الجهد ديال دو كوكلي ياك؟ جوج. جوج. انا يلاه درتهم غير نهار الاثنين، ماشي كاع طلحات. تبارك الله عليك الحادقه ديالنا. جوج كوكلي ها هما عندنا، زيد واحد الرابعه ديال القمرون. رابعه قمرون، شحال قمرون عندكم تما في سيدي افني؟ احنا هنا بلاد الحوت تبارك الله. تماما. ما شاء الله يكون رخا شويه. هنا بلاصه زعما الحوت عندنا الحمد لله، انا كاينه المرصف هنايا بلاصه الحوت، يعني الانواع كاع جميع الانواع الحوت كاينه في سيدي افني، يعني الحمد لله ربي نعم علينا بهذا الحمد لله. الكروفات شحال كيدير تما؟ انا كيدير هنايا 16 يعني 80 درهم. ايوا راه رخلة صراحه. اذا رابعه قمرون. ايه عندنا بكيه شعريه ثانيه صغيره. بكيه شعريه. ايه عندنا واحد دامة البنة ديال الدجاج، واخا تي غتسطري عليها. عفاني دامة بنة الدجاج وبزز مني غنكتبها. ايه ايوا عندنا معلقة ونص ديال الزبدة كبيرة. معلقة ونص زبدة. ايه عندنا الهريسة. الهريسة هي هذه بالنسبة اللي سميتو اللي هادو. عندنا الشرمولة، هذه شرمولة خاصة ملي كيطيب الدجاج عاد هاد اللي كوكل عاد كنشرملو. عندنا الشرمولة. شنو هي لالا؟ دابا عندنا لي كوكلي كينعمرهم يتبخروا يطيبوا عاد باش كنشرملهم. يعني راه انا غادي نمشي لكاع سميتو غير كتبتي المقادير وانا غندوز الطريقه. واخا يلا شرمولة شنو فيها؟ القزبر ومعدنوس. القزبر ومعدنوس. عندنا واحد جوج ديال الثوم. جوج فصوص ثوم. معلقة ديال الكمون. معلقة صغيرة كمون. نص. معلقة ديال الكمون. ايه عندنا واحد المعلقة ديال التحميرة. واحد معلقة تحميرة. عندنا الملح والابزار. الملح والابزار. وعندنا جوج معالق ديال الماء. جوج معالق كبار ما صافي كنخلطوا هذه الشرموله. بالنسبه للمرافق باش كنرافقوا هاد لي كوكلي. عندنا خزو تقريبا ربعه ديال الخزوات مقطعين على شكل طولي. اذا ربعه خزو مقطع شكل طولي. واحد الرابعه ديال اللوبيا حتى هي مقطعه على جوج، كنخليوها طويله يعني ما كنقطعهمش صغار. هي مقطعه على جوج. رابعة لوبيا زيدي. عندنا واحد الرابعة ديال الشيفلور حتى هي هاد الخضر كلهم كندخروهم. بالنسبة للزين عندنا الزيتون كحل. كتبخرهم شوية الملحة وصافية. شوية الملحة كندخر كلشي هادو في كاسة الخضر، ومن بعد عاد كندير ليهم سميتو هذا باش كن ما كنسوطيهمش أنا، باش كندير ليهم الشرمولة ديالهم حتى هما كل وحدة بوحدها.
وتندوب معك مراحل مرحله مرحله. واخا لالا انا معاك وحده بوحده تنوصلوا ان شاء الله باش المستمعات يستوعبوا ما يشوفوش المقادير يبانوا لهم كثار وراهم رابصات. لا راه مرحله بمرحله. واخا لالا إيه؟ بالنسبه للزين عندنا الزيتون كحل وعندنا الزيتون خضر بالعظم وعندنا مطيشه صغير صغيره وعندنا شي كوربيطات كنختاروهم دوك الكبار مقادين كنخليوهم ابار هادو. اذا الزيتون كحل وخضر ايه مطيشه صغيره وحبات ديال القمرون وحبات قمرون. بالنسبه للطريقه كناخذوا ديك الضامات البنة اللي قلت كناخذوا النص ديالها كناخذوا نخلطوه مع معلقه ديال الزبده. عندنا معلقه ونص كناخذوا واحد المعلقه ديال الزبده كنديروا لها شويه الملح هي اصلا الضامه ما فيهاش الملح غير الابزار وشويه الهريسه وكنشدوا لي كوكلي وكنشرملوه من الداخل وتحت الجلده. كنحكوا ديك الضامه مع ديك المعلقه ديال الزبده ومع شويه الابزار والهريسه وكنحكوا مزيان نتركوا اييه ندخلوا الداخل نتركوا لي كوكلي ومن تحت الجلده داكشي كنخليهم. الا كنا غنديروهم الغدا هذه العمليه كنديروها في الليل. الا كنا غنديروهم العشاء يعني كنديروهم في الصباح ونخليوهم. واضح. ناخذ ديك الشعريه كلشي السيدات راه كيديروها في الماء وكيهزوها كيصفيوها كنقطعوها. اييه تصفى. الكروفيت كيكون منقي ديك الربيعات ديال الكروفيت باش تكون منقيه. الكروفيت منقي اييه. كناخذ واحد المقله كنديروا فيها ديك نص معلقه الزبده اللي بقات لينا. اذا في مقلاه غنديروا نص معلقه زبده اللي بقات. وكنديروا ديك نص الضامه ديال البنه اللي بقات لينا. نص الضامه البنه. اييه. الهريسه. الهريسه. كنشحروا داك الكروفيت. نشحروا اييه الكروفيت. اذا كيتشحر كنزيدوا عليه ديك الشعريه اللي صفينا وقطعنا. اييه. كنشحروها حتى هي كنديوها نجيبوها في المقله وكنحيدوها صافي كنحطوها. كناخذوا لي كوكلي وكنعمروهم. نعمروهم اييه. كنعمروا لي كوكلي وكنشدوا ليهم الرجيلات كما بغينا نحمروا كندخلوهم في ديك الجليده ونقبطهم بواحد الخيط. من جهه التاء من جهه الجنيوحات كندوروا عليهم واحد الخيط ولا نشدوا لي كيردون وندقوه نسكوهم في الجنيوحات باش يبقاو مجموعين. كاع العيالات تبارك الله كيعرفوا يجمعوا الدجاج ولي كوكلي. فهمتي وكناخذوا اختي طنجره الدق لان كناخذوا الكوكوب. طنجره اييه. كنديروا فيها واحد جوج توم ديال الثوم صاينين. جوج توم صاين. واحد البصله مقطعه على اربعه. بصله مقطعه على اربعه. ربطة ديال القزبر والمعدنوس. ربطة قزبر ومعدنوس. وكنديرو فيها الماء وكنحطوها تغلي. الماء تغلى. كناخدو الكسكاس ديال الكوكوط. الكسكاس كوكوط. كنفرشو فيه دوك السيقان ديال المعدنوس وديال ديال سميتو القزبر دوك العويدات. نكونو خديناهم وغسلناهم ونشفناهم وكنفرشوهم في الكسكاس. اييه. كنحطو فوق منهم لي كوكلي. ونحطو لي كوكلي. اييه. صافي وكندخل نحطهم في الكوكوط وكنسدو عليهم ونخليهم يطيبوا. هما دابا لي كوكلي كيبانوا لكم صغيورين وين فوا كتحطيهم فوق في الكسكاس وكيتبخروا كيوليو طبيعي بزاف كيتنفخوا. كيتنفخوا ايوا الحمد لله بعد الحمد لله ما كيدوبوش. ما كيبقاش داك الحجم. واخا لالا ايه من بعد صافي كنخليهم يتبخروا ملي كيتبخروا دا كنهزهم نخليهم شويه يبردوا لينا شويه باش ما يبقاش يتشتت لينا. كناخذوا ديك الشرموله اللي قلت لك فيها القزبر والثومه والكامون التحميره كندهنوهم مزيان من برا. وديك بلاصه لافارس اللي كتكون ديجا بلاصه الحشوه كناخذوا واحد كارت الالين ولا كارت ديال الزبده وكنسدوا ديك البليصه دي فين فين بالضبط؟ البليصه اللي كنعمروا فيها الحشوه ديال الكوكلي نسدوها بالكاغيط. كناخذوا واحد الكاغيط بابي كويسون وكنديروه. واخا هي باش ما يتخرجش لينا الحشوه باش نكونوا نقليوهم فهمتي؟ اذا غتقليهم. هي كنشرملهم بعد الشرموله. كندوزوهم ملي كنشرملوهم كندوزوهم في الدقيق مزيان كندوزوهم في الدقيق مزيان. كندير واحد الحمام ديال الزيت سخون مزيان وكنحطوهم يعني ونقصوا البوطه ديك الساعه من هي سخن الزيت مزيان نقصوا البوطه ونخليهم يتحمروا على جميع الاتجاهات يعني اربعه الجهات يعني نخليهم حتى كيتقرمشوا الجلده تقرمش مع هذا الجي عاود نقلبهم نحطهم في الاول على الظهر ونعاود نقلبهم في الجهه الاخرى وماشيين هكا ونقلبهم على الصدر حتى كيتحمروا كياخذوا واحد اللون ذهبي زوين وكيجيو مقرمشين ومشاربين لا زيت لا حتى شي حاجه وصحيين. صحي لا في الزيت والقلي ما صحيين شاؤم فراس ولكن غير القشيره من الداخل ديالو ما واصلش ابدا ابدا اي حاجه مقليه
الواحد يبعد منها مره في الشهر مره في شهرين ماشي مشكل. لا هذا راه مبخر دايش طيب الشفاده. واخا المهم انا نفضل ندير في الفران ام فرح. انا نفضل الفران. ليه عجبك انت؟ كل المهم انا عطيتكم الوصفه وحده تغير فيها. اذا المهم يتقرمشوا وتحمروا ها هما واجدين ام فرح من بعد. بالنسبه للخز اللي قلنا خدينا طويل من اللي كاري هو كيتقدم بارد ما كيتقدمش دافي. هادو الخضر ملي كديري هذا كيدير كتكون انت وجدتيهم بحال دابا خزو ملي كيتبخر لينا وكنحطوه كناخذو نحكو عليه واحد نحكو شويه ديال الثوم واحد الفص ديال الثوم وشويه الملح والابزار وشويه ديال المعدنوس وكنزيدو عليه زيت العود وكنخلطوه يعني ما كنصوطيوش غير كنخلطو بحال الشلاضه. اييه كندخلو الثلاجه. بالنسبه للوبيا نفس الشيء كنديرو الثومه الملحه والابزار والزيت العود كنخلطوها حتى هي وكندخلوها لهادي تكون بارده. بالنسبه للشوفله عندنا جوج طرق، يا اما ملي كنبخروهم بالملح يا اما كنزيدهم كنحطوهم كنزيدو فوق منهم المايونيز وكنرشو واحد الرشه ديال المعدنوس، يا اما كندير واحد البصيله والمطيشه كتشحروهم في المقله مزيان مع شويه الملحه والابزار. مطيشه مطيشه واشنو؟ لا لا مطيشه واشنو ام فرح؟ مطيشه والبصلة تكون مقطعة رقيقة. اييه مقطعين. اييه من بعد واحد المعلقة ديال زيت العود وشوية الملح والابزار كنصطيوهم. زيت العود مع المطيشة والبصلة ياك؟ اييه. وملي كنحطو داك الشوفلة كنحطوهم من الفوق بحال هاديك ديالهم. زيدي عندنا جوج الاختيارات، يا اما نديروهم بالبصلة وهذا يا اما نديروهم بالمايونيز. يعني إذا اللي عجبها ديرو. اييه صافي. من بعد ملي كناخدو واحد طبق طبق كبير كنفرشو فيه الخس كنحطو دوك لي كوكلي كنحطو اللوبيا نحطو خزو نحطو الشوفلة هكا ونمشيو لاتجاه تاني ما تجي. وفي الرويصات ديال الطبسيل كان طبسيل اوفال هكا طويل، في الرويصات هنا كتحطي واحد الطبسلة صغار فيهم المايونيز مع شوية المعدنوس، كتاخدي لي كيردون ديال الأسنان كديري فيهم ميطيشة هادي واحد الكروفيطا كديري واحد زيتونة كحلة زيتونة خضرا وكتشكلي. من بعد ملي كيطيب لنا دوك لي كوكلي كنتشكوهم فيهم هادوك لي كيردون. هاد لي كيردون اللي مزينين بهاد مطيشة والكروفيت. اي انا راه عندك على عندك سميتو نصيفطها لك الواتساب نصيفطها لك ان شاء الله. واخا باذن الله. اييه كيكون كتكيها فاسميتو وكتقد ما نقولش لك عليها مذاقا وشكلا وشكلا وحطة وتحميرة للوجه و نعم. لا 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 رائع تبارك الله زعما كيحمر الوجه. لا لا رائع. ونعاود معاك نعاود معاك لاله هذا الكوكلي بالقمرون، عندنا جوج كوكلي يعني هذا غير مقادير ديال جوج كوكلي، انا رابعه ديال القمرون بكيه ديال الشعريه الصينيه ضامت البنه ديال الدجاج بين قوسين معلقه ونص كبيره ديال الزبده، عندنا الهريسه عندنا واحد الشرموله تنبعد نقول لكم علاش بغيناها، هذا القزبر ومعدنوس مع جوج فصوص ديال الثوم مع نص معلقه صغيره ديال الكمون مع معلقه صغيره ديال التحميره مع الملح والابزار وجوج معالق كبار ديال الماء. اذا نخلطوا هاد الشرموله هذه ياك لاله. نمشيو للمرافقه نمشيو للمرافقه، قلنا ان ربعه ديال الخيزو مقطع بشكل طولي، ربعه ديال اللوبيا كل لوبيا مقطع على جوج، ربعه ديال الشيف فلور هادشي كله نبخروه ام فرح ياك لاله. في التزيين زيتون كحل وخضر مطيشه سوريز وحبات من القمرون للتزيين. في الطريقه غناخذوا هذيك الضامه ديالنا غناخذوا النص ديالنا النص ديالها ونخلطوه مع معلقه كبيره ديال الزبده، غنزيدو الملح والابزار والهريسه، غنشرملو مزيان الدجاج ويبقى ليله كامله. الشعريه الصينيه كما كنعرفوا جميع كدير في الماء سخون كتصفى وكتقطع، انا الكروفيت منقيها هو راه محطوط. غناخذوا واحد المقله فيها نص معلقه ديال الزبده اللي بقات لينا ياك، ونص ديال الضامات البنه اللي بقات لينا، وعندنا الابزار والهريسه، ونشدوا هذاك الكروفيت ياك لاله ونشحروه ياك في هاد في هاد ونزيدوا عليه الشعريه مصفيه حتى هي تشحر معاه مزيان ياك لاله. وناخذوا لي كوكلي ديالنا ونعمروهم ونقبطوهم بالخيط نحكموهم مزيان ونديروهم لاله في طنجره ديال الضغط ولا في الكسكاس، ولكن الطنجره ديال الضغط غنديروا فيها جوج فصوص ديال الثوم، بصله مقطعه على اربعه، ربطه ديال القزبر ومعدنوس والماء، نخليو واحد حتى كتغلى عاد كنحطوا الكسكاس ديالنا ياك، ونفرشوا العويدات ديال المعدنوس والقزبر ونحطوا لي كوكلي ديالنا يتبخروا. من بعد لاله ما يتبخروا ياك لاله غنهبطوهم غنخليوهم يبردوا شويه، غنوجدوا ليهم واحد الشرموله غندهنوهم مزيان من برا ياك لاله. اين شرموله فيهم غير باش نعاود ناكد معاك؟
نعم الشرموله اللي غد اللي غندهنوا بها الكوكلي من بعد التبخار اييه جوج فصوص ديال الثوم اييه ديال الصمعيقه ديال الكمون اييه ديال التحميره اييه الملح والبزرج مع الماء صافي هادو هما اذا عاوتاني نشرملوهم عاوتاني مزيان وندوزوهم في الدقيق مزيان ونكونوا موجدين واحد الحمام ديال الزيت ياك ونقليوهم نقليوهم نقصوا من البوطه دائما في الدجاج كنقصوا البوطه باش ما يتشتتش لينا الدجاج ياك لالا ما يتحرقش باش ما يتحرقش نعم وتقرمش ديك الا طقتي البوطه ما كيتقرملش يعني الا خليتها ناقصه كيتحمر على جهدو كيعطيك داك اللون دوغي زويون محمر كيبان لك نعم والسر في الاسرار ديال هذيك الحشوه باش ما تخرجش هو هذاك الورق الطهي اللي كنسدوا به البلاصه ديال الحشوه غير ناخذوا هذاك الخيزو اللي بخرنا نحكوا عليه واحد شويه ديال الثوم الملح اللي بزار شويه الزيت العود والمعدنوس ياك لالا نخلطوه ونديروه بحال شلاضه نديروه في الثلاجه ديالنا اللوبي نفس الشيء نفس المقادير غنديروها شتي فلور عطيتينا جوج طرق يا اما نزيدوا عليه المايونيز من الفوق ورشيشه ديال القزبر ومعدنوس او ممكن ناخذوا مطيشه والبصله مقطعين نشحروهم مزيان ياك لالا مع معلقه ديال الزيت العود ونديروا داك الشيفلور كانه بحال الشيفلور مشرمل تقريبا كنحطوه من فوق هذيك الشرموله اللي درنا اذا في طبق التقديم نفرشوا الخص نديروا دوك الكوكلي ديالنا نحطوا هذوك الخضر في الجوانب نديروا دوك اللي كيغضون بمطيشه وبالكروفيت وبالزيتون كحل وخضر وبالصحه والراحه أم فرح شكرا لك شكرا لك جزيلا على هذا الطبق الرائع مرحبا في الوصفات كثير مشكورة بإذن الله لنا لقاءات متعددة إن شاء الله.